اذا المدرس حكومي ويروح بالمدرسه الاهليه. والحل يسبب خلل الحل المفروض الدوله المواليد الكبيره السن يعني المدرسين اللي حالهم على التقاعد المفروض يهيئون مكانهم مدرسين جدد. هي الدوله لحد الان طلعت مواليد خمسه او سته وما ما ما اشتغلوا مدرسين جدد بالمدارس الحكوميه. ولهذا السبب اكو يعني استاذ عبد السلام هو المحاضرين والمتقاعدين لحد اليوم ما مستلمين رواتبهم. زين احنا شلون نحيلهم على التقاعد؟ فاكيد ايضا مشاكل واعباء كثيره ممكن تصير بعد اذا حالهم على التقاعد. صحيح صحيح، هاي اللي المواليد الاخيره صار لهم سنه وشويه تقريبا ما مستلمين راتب. قسم منهم تمرضى، قسم منهم توفى الله يرحمهم بسبب هاي المشاكل لان ما عندهم مورد يصرفون من عنده. نعم. هو المدرس بصراحه هو المورد الوحيد هو الراتب ماله. ومديريه التقاعد لحد الان ما حال مشكله الرواتب التقاعديه للمدرسين والمعلمين. شو السبب؟ السبب يقولون يعني مديريه التربيه اذبها على التقاعد العامه، والتقاعد العامه يقولون التقصير من التربيه. الاموال اللي كانوا ياخذونها من المدرسين والمعلمين كل شهر بالوقت الحاضر ما موجوده، يقولون ما موجوده. نعم. وما تعرف منو ماخذها. زين،